السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى وأغلى متابعين في الدنيا؟ أكيد عرفنا هنعمل إيه. طبعا ضمت 10 كيلو توم. بصوا حبايبي، أنا كنت مفكرة إن تقشير التوم ده صعب جدا، وكنت بجيبه جاهز. يعني السنة اللي فاتت أنا خليت واحدة عملتهولي، مش عايزة أقول لكم يعني أنا خدت مقلب قد إيه. يعني ضمت بسم الله ما شاء الله 10 كيلو، كتار جدا. الكيلو ب5 جنيه، يعني ب50 جنيه، وطبعا تقشيرهم مش صعب ولا حاجه. طبعا يا حبايب قلبي هعمله معاكم دلوقتي، هنقشره وهنفرزه. طبعا تقشير الثوم مفيش اسهل منه. الثوم ده يا حبايبي اللي بيتفرز في الفريزر، لكن الثوم الاحمر هو اللي بينشف في البلكونه. ده ما ينفعش ينشف لان ده بعد كده هيبقى ميه. خليكم بقى معايا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا حبايب قلبي طبعا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نعمل اي حاجه لازم نصلي على النبي. بصوا حبايب قلبي، انا كنت مفكره ان التقشير ده صعب جدا. طبعا انا جبت الطمايه اهي، بسم الله ما شاء الله. كل اللي هتعمليه هتمسكي القطعه السوداء دي كده اهي، شلنا بس الطينه دي كده وقشرناها اهو. مفيش اسهل من كده، يعني كل اللي انت بتعمليه بتشيلي القشره بتاعه. طبعا انا كنت مفكره ان تقشير التوم ده ايه، يعني بمسك التومه يقشرها ايه فص فص زي ما كنا بنعمل، زي ما هو ناشف. اهي يا حبايبي انا كده شلت الفص اهو، وكده شلت الحته بتاعه التينه دي، والتوميه معاكي زي الفل اهي. طبعا ريحه التوم دلوقتي وهو لسه جاي مش عايزه اقول لكم، بيبقى حلو جدا. شلناه اهو، تستفادي بقى بالحته الخضراء دي وهتقطعي دي كده بس كده. حبايبي ادي تقشير الثوم، معاكي كمان القطعه الخضراء دي وهنعملها لوحدها. هعمل معاكم تاني اهو، هنقول بسم الله. بصوا حبايبي كل اللي احنا بنعمله بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان المكسره اللي كانت زي كده وتروح تجيبه جاهز. في ناس كتير على فكره بيعملوا كده، كانت مفكرة تقشير التوم ده صعب. اهو يا حبايبي قشرنا التومية اهي، وخلي بالكوا دلوقتي التوم رخيص جدا، يعني ده الكيلو ب5 جنيه. بعد كده شهر بكتير هيبقى الكيلو ب30 و40. طبعا احنا دلوقتي بغلى يعني فظيع جدا، فالله اعلم بقى كان السنة اللي فاتت الكيلو ب30 و35، مش عارفين السنة دي هيوصل لكام. كل حاجة دلوقتي عمالة بتغلى. هنقطع القطعة دي كده حبايبي اهي، القطعة الخضراء دي برضو الطرية هنستفاد منها، دي هنعملها لوحدها ودي هنعملها لوحدها بس كده حبايبي. مفيش اسهل من كده. انا بقى كنت خيبانة، يعني بعترف بصراحة ان انا كنت خيبانة، انا وواحدة معايا كده حبيبتي، ورحنا جبناه جاهز. مش عارفة جابت لي كيستين صغننين جدا ب135 جنيه، لكن اهو يعني هياخدوا منك ايه، مفيش 10 دقايق وانت لوحدك هتعمليهم، مش مستاهل حد حتى يعمل معاكي. اهو يا حبايبي زي الفل اهو، قطعناها كده والقطعه برضو دي هتستفادي منها. طبعا القطعه الخضراء دي بتبقى ريحه التوم فيها جامده جدا، وريحه التوم دلوقتي وهو لسه طازه كده بيبقى طبعا احلى من ما يكون قديم. بس طبعا التفريز ده بيريحك جدا، وخصوصا في رمضان او غير رمضان. طبعا الثوم مفيش استغنى عنه خالص، من الحاجات الاساسيه في البيت، وهو طبعا احلى من الفلوس في ايديكي. يعني لما تجيبي شويه كده وترميهم احلى ما تبقى عينه فلوس، انت عارفه الفلوس ما بتقعدش. قطعنا يا حبايبي الثوم اهو، مش عايزه اقول لكم بجد طريقه سهله جدا. انا عن نفسي بجد كنت خيبانه قوي، كنت بشتريه وكنت بجيبه انشفه اهو، يعني انا كنت بجيبه انشفه وبعد كده بيفضى معايا. لكن كده هتعينيه في الفريزر، في الديب فريزر، هتبص تلاقيه زي ما هو. 10 دقايق هتكوني خلصت الكمية دي كلها، مفيش اسهل من كده. وطبعا احنا عارفين الثوم ما بتقدريش تستغني عنه، البدنجان، المخلل، السبانخ، كل الاكلات اللي ايه اللي احنا بنستخدمها يعني، وخصوصا الايام دي. طبعا الحاجة الجاهزة دي بتريحك كتير، وخصوصا في رمضان بقى. كل عام وانتم بخير يا اخواتي ويا حبايبي ويا متابعين، اللي احلى ناس معايا. هعمل دي بقى وبعد كده اقعد اكمل مع نفسي كده بقى. مش عايزه اقول لكم طريقه سهله جدا. عايزه اقول لكم يا حبايبي ان انا كنت جايباه السنه اللي فاتت مش متفرز، انا كنت جايباه متقشر كده،
وعينته في كيسه وكان زي الفل معايا، ما جرلوش اي حاجه. يعني في ناس بتضربه في الكبه. طب الناس اللي ما هم ما عندهمش كبه يعملوا ايه؟ هيعملوه زي ما هو كده وهتفصصيه بس كده وتروحي حاطاه زي ما هو في الكيسه كده وما بيجرلوش اي حاجه. انا كنت عاملاه كده السنه اللي فاتت ويمكن لسه عندي منه، بس طبعا لما لقيت الثوم رخيص وطبعا اليومين دول يومين تخزين بقى، فقلت عشان حبايبي بقى المتابعيني اللي هما لسه برضو كانوا خايبانين زي كده، مش الصغيرين بس والكبار، والله يعني احنا طبعا من زمان متعودين ان احنا ايه، كانوا الاول بيقولوا غلط ومش غلط، فطبعا ايه، لا طبعا هو مش غلط ولا حاجه، هي حاجه بتسعف معاكي ان انت ايه تبقى حاجه تحت ايديكي. عايزه تعملي اي حاجه تروحي مطلعه راس الثوم كده وعاملاه على طول اهو يا حبايبي. عايزه بقى نضربها في الكبه، نضربها، عايزه تعملي كده، دي حاجه بترجع لك كده. هخلص بقى يا حبايب قلب الكميه وارجع لكم تاني. عايزه اقول لكم يا حبايبي ان الكميه دي كتيره جدا، يعني ما شاء الله 10 كيلو ب 5 جنيه، 50 جنيه قد ايه، وشوف الثوم قد ايه، تفرق معاكي جامد عن الثوم الرفيع اللي انت بتنشفيه. شوف الثومه كبيره ازاي، بسم الله ما شاء الله. الناس اللي هي بتكسل تقشيره على فكره مش حاجه يا جماعه والله، يعني انا لوحدي اهو ما عنديش بنات ولا حاجه وعندي ولادي صبيان، يعني ما حدش بيساعدني في حاجه، وبرغم كده بعمله لوحدي. مش عايزه اقول لكم بجد اهو كل اللي احنا عملناه، شلنا دي بس كده وقطعناها كده، بقى كده الثوم جاهز. عايزه بقى وقت ما تجيبي، سواء ان انت هتضربيه في الكبه او مش في الكبه، دي حاجه بترجع لك انت، مفيش مشكله خالص. والعروق الخضراء دي بتنفع يا حبايب قلبي لو مثلا بتعملي فلفل اخضر، باذنجان، بتضربيها بقى في الكبه مع قرن فلفل اخضر او احمر، بتبقى حكايه. والثوم بتاعها ريحته جامده قوي، شايفين يا حبايبي كميه الثوم ما شاء الله. شوف الثوميه قد ايه. معلش يا حبايبي انا مطوله عليكم الفيديو، لان هو الفيديو ده عباره عن توم، يعني انا بقشر التوم بس فيه، فانا معلش سامحوني لو انا مطوله عليكم عشان حبايبي ومتابعيني الكسلانين زي كده. ويا ريت بقى تنزلوا دلوقتي تجيبوا التوم، لان بعد كده هيغلى جدا، احنا مش عارفين بصراحه الدنيا هتعمل فينا ايه اكتر من كده. الفراخ غلت واللحمه غلت، فربنا يستر. مش هتيجي كمان على التوم، هو دلوقتي بخمسة جنيه اكيد لما ينشف، مش عارفه بقى هيوصل كام الله اعلم. وانتوا عارفين ان التوم ده ما بنستغناش عنه، يعني التوم ده من الحاجات الاساسيه في البيت. اهو يا حبايبي انا بقى هكمل كده الكميه معاكم وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. كده يا حبايبي انا خلصت الكميه معاكم، خدت مني حوالي ربع ساعه كده عمال تقريبا، يعني شوفوا بسم الله ما شاء الله عامله طبقين من دول، يعني دومت انا مش عارفه دومت يجوا كام كيلو. طبعا انا قشرته كده بحاله اهو، وكمان استفدت بالثوم الاخضر ده. الثوم الاخضر ده زي ما قلت لكم هنستعمله مع الشطه، مع الفلفل الاخضر، مع البدنجان، مع اي حاجه بتعمليها، مع العدس، هينضرب في الخلاط، وما شاء الله يعني ريحته قويه جدا. شايفين انا استفدت كده قد ايه. بالنسبه بقى لحبايب قلبي اللي هم ما عندهمش كبه، ممكن يعملوا كده. يعني انا كنت مخزناه بالطريقه دي، بس كنت طبعا مفصصاه وكان معايا زي الفل، وبيبقى للسنه للسنه وزي ما هو. لو انت عندك الكبه طبعا هتاخدي الكميه وهتضربها في الكبه وهتحطها في اكياس. انا هخزنها بالطريقه دي لان انا خزنتها قبل كده، بس كل اللي انا عملته اللي انا ايه كنت مقطعاه فصوص فصوص، فهي الكميه دي حلوه قوي، وانا عندي الفريزر بتاعي افقي هياخد يعني الكميات دي. فانا كده استفدت ازاي من الثوم، يعني انا كده ما شاء الله شايفين ال 10 كيلو مطلعين لي طبقين اتنين من دول، ده طبق وده طبق، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي؟ بعد كده يا حبايبي بقى انا هجيب طبق واسع كده فاضي واحط بقى فيه كمية التوم، بسم الله هحط بقى كمية التوم، لان انا عامله ما شاء الله كمية كبيرة جدا. ملح، عشان قلنا الملح ايه ما بيخلوش يتلج وقت التلاجة، ما بيتجمدش يعني. اهي يا حبايبي هنجيب بقى كيسه كمان ونحطه كده، وشايفين ما شاء الله الثوم كبير ازاي.
شفتي زي ما هو كده بسم الله. يعني انا عملت كيسه كبيره جدا ودي الكيسه الثانيه كمان اهي، وكل ده ب 50 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم كنت مفكره ان الثوم بيبقى صعب جدا في تقشيره، كنت بكسل بصراحه، لكن واتضح ان انت بتشيل القشره بس بتاعته وبتقطعي الاخضر ده وتستفادي منه كمان. وكده حبايبي كمان كيسه اهي، دي الكيسه الثالثه ما شاء الله، يعني عامل معايا كميه كبيره جدا. يعني انا بالنسبه لي في احلى ما عملت الكبه، طبعا الكميه كبيره على اني عاملاها في الكبه هتاخد وقت كتير، لكن انا خزنته بالطريقه دي وما شاء الله نجحت معايا جدا. وطبعا دي كل واحد وذوقه، كل واحد بالطريقه اللي تعجبه. لو انت عايزه بعد ما عملتيه كده وقشرتيه تعمليه في الكبه برده وتحطيه في اكياس. وبكده حبايبي انا معايا كده 3 اكياس توم اهو، ادا واحد وادا الثاني ما شاء الله كبير جدا تقيل كمان، وادا الثالث. دي كميه كلها من 10 كيلو، وكمان استفدت بالاخضر ده، يعني هنا استفدت بالاخضر ده لو عايزه تعمليه لاي حاجه. بسم الله ما شاء الله، فيديو جامد جدا. ودي حبايب قلبي كانت الطريقه بتاعتي في تخزين الثوم. طبعا دي حبايبي طريقتي في تخزين الثوم اللي انا بعمله بحاله، مش بضربه في الكبه. انا بقول عشان اللي ما عندهاش كبه وعايزه تخزن ثوم بدل ما تسيبه يفضل، لان الثوم ده الابيض لو انت سبتيه هيفضي، انما الثوم الاحمر هو اللي ايه، هو اللي بيتخزن. الثوم الاحمر يا حبايب قلبي هو اللي بيبقى ناشف. فانا معايا كده كميه جميله دي كده، زي ما انتم شايفين كميه كبيره جدا، شايفين الثوم ابيض ازاي بسم الله ما شاء الله. بتشيلي كده يا حبايب قلبي ده في الكيسه دي زي ما هي كده، بتروحي رفطها، شايفين معايا كميه كبيره جدا، يعني بجد حلوه قوي وطريقه سهله. وبكده حبايب قلبي دي طريقتي في تخزين الثوم، طريقه سهله وبسيطه ما خدتش مني وقت كتير، 10 دقايق تكوني قشرتي الثوم وقطعتيه واستفدتي من العروق الخضراء دي. ودي حبايب قلبي كانت طريقتي في تخزين الثوم، وده الفيديو بتاعي النهارده. ويا رب لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وشكرا لكم حبايب قلبي، وباي باي.